مساء الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو كده مهم جدا لجميع الاخوه الاباط. طبعا لازم نطلع نحييهم ولازم نعمل ليهم فتره مخصوصه او فيديو مخصص ليهم، لان طبعا هم لازم ليهم الحق ان احنا نقدر ناخدهم في نظام مخصوص، او اللي هم يكونوا اللي احنا نحسسهم بالامن والامان. ولازم نعرفهم ان المسلمين والاخواتنا الاقباط يد واحده وحبل واحد ومترابطين ليوم الدين ان شاء الله. عشان كده ما حبيتش ان انا اتكلم في فيديو واقول في المقدمه كل سنه وانتم طيبين وخلاص، لا، لازم اخصص فيديو ليهم ولازم نحسسهم اللي هم اكيد اكيد حبل واحد، احنا مع بعض، واكيد هم نظام متكامل معانا واحنا بنكمل بعض، سواء اخواتنا الاقباط او امه الاسلام، امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل اخ واخت مسيحي مسيحيه او مسيحي او اخواتنا الاقباط عامه، اقباط مصر بخير وسعاده، بالف صحه وخير وسعاده. بمناسبه طبعا عيد القيامه المجيد، كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه والاخوه الاقباط بالف صحه وخير وسعاده، وان شاء الله بامر الله اللي جاي احسن ليكم ولينا وللجميع. وما فيش حاجه اسمها مسيحي او مسلم، او في تفرقه ما بين مسيحي او مسلم او مسلم ومسيحي، كلنا في الاخر ايد واحده، والدين لله والوطن للجميع. يعني الدين لله طبعا، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، والوطن للجميع. كل اخواتنا الاقباط كل سنه وانتم طيبين، وكل عام وعيد ميلاد قيامه مجيد ان شاء الله وامر الله عليكم، وان شاء الله بامر الله تتبسطوا وتبقوا فرحانين دايما باعيادكم القيامه المجيد او اعيادكم الميلاديه، تمام؟ وان شاء الله بامر الله تعيشوا عيشه كويسه ان شاء الله بامر الله، وتكونوا مبسوطين دايما في وطننا مصر والحبيبه. ان شاء الله بامر الله الخير جاي سواء الاخوه الاقباط او امه الاسلام، وان شاء الله بامر الله باذنك يا رب. زي ما احنا قلنا يا جماعه، الدين لله والوطن للجميع. حبيت النهارده ان انا لازم اكون فيديو مخصص للاخوه الاقباط، لان هم طبعا يستاهلوا مننا كده، ولازم نحسسهم بالامن الزياده، وما ينفعش ان احنا نحسسهم اللي في تفرقه ما بيننا وبين بعض، تمام كده يا جماعه؟ وان شاء الله امر الخير جاي للجميع، وعيد قيامه مجيد عليكم ان شاء الله، وكل اخواتنا الاقباط يمجد سيدي. حياتي للجميع واشوفكم على خير. انا ابو مصطفى صاحب قناه فيروس كلاب القاهره، تدريبه عليك جميع الكلاب. يا ريت لو انت اول مره تشوفني النهارده يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت واحد كل جديد، ويا ريت يا جماعه نكتر من اللايك عشان اللايك بيفرق معانا في انتشار الفيديو، و كله يشترك في القناه علشان القناه تكبر بحسكم ان شاء الله. حياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.